كره بره وكر انت توخر مش توخر نخره وخر معنا نحب نشوف بدنك وخر مش بالكهرباء مش بالكهرباء يا وخر انت يا عبد وخر كان يوخر طويل يحمل بالكون يجيب الكيس راهو العوق مسكين كي يرقد تنمو بدن ما شاء الله هو معناتها في استديو يسكن سقيك يرقد يحطه في اللبابو انا وياك ما عندنا حتى دخل اصلا ما تدخلوش بيناتنا برجولي انت ما صدق ربي طلعت نحكي معاه اذا عندي قضيه بلالينا والله غيرت منك ابعث له على الفيسبوك على الفيسبوك ما عرفتش شنو منه مش عاملين له برشا في بيدي ابعثوا على انستغرام كل يزيك قدم ويجي يجيبوا يا ما اللي يجينا عندك يا معلم اللهم صلي على النبي اخوي اول مره نشوف يد حبله انا في بالي فخبه في بالي يد تبارك الله 55 ما شاء الله يا العوق يا ودي يضرب في البروتين معناه كان يدك هكاك الباقي كيفاش؟ شنو؟ قلت له كان يدك هكاك الباقي كيفاش؟ تبارك الله. شبيك تضحك؟ سكسيين يا العوق سكسيين. سؤال بريء. زيت زيتونة وزيتون. سؤال بريء. عندي بس. يا العوق سكسيين. اصبر انت اسكت بجنبي اسكت جنبي. والله اسمع العوق جاء نهار وجات الطفلة ميت عليه اخوي تكلم احكي انت انا هابل عليك لا اخرج انا وياك انا لا حول ولا قوة الا بالله تشوفوا مصاري ناس تحبك صاحبي ناس تحبك خويا شنو تحب تعمل انا ليه نحبك بالحق انا راه من البارح خاطر نحب نحكي معك حتى قلت للروج قلت له نحب نحكي معك بابا عليك يا العوق من انتم شكوني واحد من تونس هكا تحكي مع فانيتك هكا فما برشا عبيد يطلبوا في اللايف طلعت برشا عبيد قاعدين يطلبوا ما انا مرشتو حبيت يعني نخرج نحكي معك هكا ما تحبش يا اخي بطلت قول له احكي معاه ما تحشمش منه قول له مانيش حاشمة منه انا هكا تحكي مع فانيتك يا العوق باهي يا خويا باهي يا روج باهي خليني نحكي معاه شو اسمك شو نقول له اسمي شنو اسمي في الانستغرام ولا اسمي في الدنيا معناها في الفيسبوك عوقة عوقة بدلت اسمي ما عادش لولو ما عادش لولو في الانستغرام جاتك عوقة كبيرة يا عوق عوقة اكبر منه جات ما استلم عوق عوقة يتفهموش علي ما يتفهموش عوقة هو اسمه الحقيقي عوق اليوم القضية فلا عجلة اليوم خليني نحكي مع الراجل تاو شنو هذا شو تمنى ودي سخنة وسخنة ونحالك الطربوشة شنو نحالك الطربوشة شنو نحالك الاخر زاد صلي على النبي خليك الطربوشة هذه في راسه هذيك بتاع 50 سنت والله عوق والله ما في بالي العوق هكا طاير صاحبي وقسما بالله والله خويا تبارك الله ان شاء الله نشوفوا في كاليفورنيا جيم هذاك اللي في تونس شنو كاليفورنيا جيم برجولية والله ليه اسمع والله ما تطلب هي تطلب 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 تعمل لي هز هز طلعت حكيت واحد اي سكسي هدي طفل سكسيير على الاخر تشبيك حتى الواحد حطته في وضني داخل بعضه خليه مخي داخل بعضه فيه هو تيمشي وخر تاري خنشوف خنشوف الشاي العوق العوق اعطيهم شات والله سامحني شو اسمك اختي اسمي اسمي انا قلت لك عوق عطيتك باهي عوق اسمعني يا اخويا اي سكر صاحبنا العوق يعيش في السويد يراني مسكولاسيون كذا ظهر توا في الانترنت على الاخر الناس كل تبع فيه طلعنا اليوم باش تحكي وشو فركوها فهمت كل مره هكا يطلع واحد هكا طلعت انت شكبت علينا الكل اخي تفركوا فيها شكون اللي هو هاي ما نحبش فيه تفركوا فيها طلعنا باش نعملوا جو باش نحكي الناس كل هاي باش نعملوا جو ما يصيرش فهمت انت طلعت شكبت علينا طلعت شكبت علينا انت لا ما شكب على حد انا كل واحد عنده بس شكون قسم الميكرو نتاع العوق ولا شي نحكي باش يتكلم يا اخي ما فهمتش ليه سكت حتى انا تكلم بس شكارة تعبيت ولازم تفرخ شكارة تعبت هاي العوق قول احكي لنا
كيفاش عندك هاي طلعت باش نسالك واش فيك باش تضربني بها ضربني اضربني عادي نورمال لا ما يضربش ما يضربش بنيه العوق كيفاش عندك شنو باهي يسالني تو شنو طالع شنيك يسال شنيش تسال قد ايه عمرك يسال وانت اغريه اختي شنو هي تو حلتي كلش اغريه اغري احكي يهديك معاه ربي انت اسمعني انت معناتها اغريه معناها باش هو يحس بيك ما هو اخي ما حسش بيا يا مقبل انا نقول له مالا بدن ومالا يدين ومالا ساقين بس بزيرو ساك بلوتي ولي حس بلوتي كل ما هو المشكلة فين العوق مستانس بالكلام الزايد فهمت دونك كي ما الوصف 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 نتاعو والله خرج اش مدخلني هو لبا مش خرجك انت هو باش خرجني انا وياك خاطر وقتها ما تبعوش هذاك بالعاني راه يضرب في اللغه هذاك اللي مستانس بالكلام الزايد ولا يفوت وكلام زايد وفتح قدر برافو برافو وانت وانت عايله وانا مش شارع مولود عايله ياخذ في القايله اسمع يا العوق يا العوق في بير انت توا 6000 الواحد يتفرج طفله تحكي معاك قدام 6000 الواحد معناها خويا معناها الناس تحبك خويا والله حطيت في قلبي باش نحكي معاه برجولي اما خير نقول لك حموريه في الوجه ولا غصه في القلب هاني خرجت نحكي معاك يا خويا محليك هي حطتها في قلبها يا العوق وانت وين باش تحط طبعا هيا يا العوق ما تحشمش يا ودي توش بك حشمت في الفيسبوك قبيح ولا انا وجيبه وليت بتربي انا ما سمعتوش شو نحب نحكي يا اخي يعني نحكي قلت لك عرفنا على روحك احكي لنا على روحك انت مراد قلت لي عايش وين؟ عايش انا يا ما انا ما انا ما عرفتك انت تعرفني انا عايش في مالبو وعيش في ستوكهولم في العاصمه نتاع السويد ما بتعرفني تابعتك انت ولا اسمي مراد معناها يعيش كما يقولوا في الريف جبري والعوق ولد بلاد انا في الخراء العنكوش في الريف والعوق ولد بلاد عليه في السياد يسكن في البلاد في العاصمة أنا ريت معاه ريت معاه برشا تصاور يسمعوا الفولفو الكراب فولفو ريتو ريتو قبيلة حات برشا تصاور بتاع بنات مزيانات كيفاش تاخذ بيهم البنات الكل في السياد اه علاش نحكي البنات الكل يبزنسوه في السياد هما يبزنسوه اي عادي انا كنا خارجين بزنسوه فيه معناها ليه هما يمشيوا يبزنسوه يقولوا نحبوا نصوروا معاك في الصالة خاطروا خاطروا تبكل انا ما يحكي لحظه اه باهي اوكي معلش قلتي هو يبزنسوه يعني كي نمشي ناصر اي هم يبزنسوه اي هاني قلت انت قلت نفس الجمله معناها وشي ياك نشرب غير ما نشربهم يبزنسوه هما يعني ما يبزنسوه ايه يا لك قلت لك انا قلت كوم يبزنسوا فيك مش انت تبزنس ولا ما انا عندي صاحبتي يعني نعيش معاه نحب ما نمشيش يقولوا تمشي كان نحب كل يوم نسهر مع واحده ننزل نسهر كل يوم من البيت بواحده ونروح ايش قام عليك؟ قلقنيش ترسلك يا اخي انت قلت يوم يبزنسوا انا مدام عايش عندي عشان نتدلل عشان تتدلل تدلل على بدي نشرف عليه في برشا فلوس كل لك حاجه كمان والله اختي انا يعني اللي تلقاهم بدونتهم هكا طويل انت تبارك الله اي تيعو انت قلتها مشكو بس من جير يا مراد الصحة من اكثر نساء في العالم في اسكندي ما تغشش بيش كتاش انت تقولي قوم ورينا يا رأو قوم ورينا ما تحشمش لا بخل نحكي ما مستنسيش ما نوروش نحن عروس سروات لا لا عيبك ما وصلناش للدرجة دي مش عاري معنا تحكي هكا بتاعهم انا ما قلتش هكا انا ما قلتش هكا انت تعرف روحك يكون تاعك هكا اما انا نحكي هكا ولا هكا حبيت نسالك انت ما طويل ولا قصير معنا حبيت نعرف عادي راهو عادي الاسئله نورمالمون هذوما عادي الاسئله هذوما ما تتغشش منهم ما تندبش من غير ما تبدا تندب عليا تبدا تطلع وتهبط ما سمعتكش ما فهمتش كون احنا خير اه جوابك ما تقصيش ما تقصيش عليك باش نقص عليك عندي 10 سنين عايش مع صاحبتي ومس اصعب نسافر عالم البيس كونتينر وتوا اللي عنده واحد 10 سنين تعيش معاها فارقنا ما انا ما نعيشوش مع بعض لازم فهمني عاد تعيش معاها ولا تعيش معاها ونطقني تعيش معاها ولا تعيش معاها هاي من الاخر جيت جربيني تعرف اني عندي يا زيا عائلات تفرج فينا انا ويزيا
فما عائلات تتفرج يا اخي بطريقه جربين يا اخي انت فما عائلات تقول لي لحدين اخي عندك كعبات تيلات باش نجربهم انا في الكوموند بتاعي يخدموا ولا ما يخدموش لك انت قلتي واحد قدام كان اللي عندي 25 سم وانت اللي كيلو كان يقول يا العوق لازم يتلم زايد العوق نجاوبوا زعما كيما انا لازم نجاوبوا العوق بديت الخيوط الخيوط بديت تمس او ما عيب يا شو اسمه عيب العوق عيب عيب انا مش تقولي لي عيب عايش فيك على بدل بدل الموضوع بدل اسمع بدل ما تحكيوش على نحكيو 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 على الكوره نحكي هو خاطر مشكلته عنده مشكله انت ما ريتش العوق كان يلعب في الزمالك العوق ها كان يلعب في الزمالك يلبى يلبى كرا وجهك انت نعرف راك تخمش قسما والله العظيم والله قلت لك العوق العوق معناها في الزمالك كان يكور هكا ديجا عنده تونير تاع الزمالك هداه له وقتها كان في الجاني سيسي العوق العوق عنده تصويره قسما بالله نعرفها وتيرانات في السويد نعرفهم خاطر في السويد في كل حومه فما تيران هكا العوق ولا باش تدخل ديفيزيون كات تبع جمعي دخل ديفيزيون كات يا لبا شنو كات برينز يا 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 لبا ما عادش تتكلم جمله انت راك كل ما تتكلم راك تحبش تتكلم كلام زايد قسما بالله اسكت باش يا ربي اسكت انا بعد انت كان بعد الف حديدي في حديدي شو يضربوا لك في بريفي دف دف الف حديدي في حديدي انت كي حكيتي عن الناس الكل تضرب في الحديد علاش كلها تضرب في الحديد يعشقوها من نساء 100,000 يعشقوا فيها من نساء كما تحكي تحكي معي انت ولا مع شكون مع دوليك كي معك انت انا جاوبتك على الكلام زيت علاش 90% كارتير كانت طايبة رجعت تاو الدور علاش تحبوا كيفاش كي تحكي انت هك علاش نسيف العالم يعشقوا الحديدي في العضلات انا ما ستحكي عن سيت وينسا ما تصورش يعشقوا انا ما تصوريش نوريك بنات قد شعر راسك وريني ترى واحد والله العظيم قد شعر راسك وريني سب الله رز وقد شعر راسك ما نحبش الكلام ما نحبش الكلام وري ما قلت نوريك وري شاومي شاومي لك في جروب بريفي هاي تاش معناتها هاي بنات يعني مذيعات ودنيا اقسم بالله كيف نحكي معاك بيحكينا نوريك على كلاي اللي فك لك غنيتك وسرخيل كلاي يعني غنيك لايك قال لي كلاشيني قال لي ماكش قاري مش عيب البنان ما يطيش فيها فيه انا رجعت له طيش كلاشي كلاي انت العوق كلاشي كلاي 30 دقيقة طيش لي كورة ما طيش لي كورة شقتلو وانت يا اخت عم هيك شنو قاعد نعاود فيه يا ربي عاودة والله ما نعرفها الحكاية قصة انا كلاي صاحبي راه هو بدي والله ما نعرفها الحكاية حاجة والله وفيت ما عشنا شيء بي سمعنا حاجة سمعنا حاجة في الراب يا عوق بدلنا الموضوع جملة سمعنا حاجة في الراب لا لا ايش عندك سمعك كلاش اللبا سمعهم يسير ايه يا او بدم اللبا موجود ايه سمعني ايه أي سمعني والله نورمال صح كلاشيني عاد ساعه مشيت تقديمه بعد شنو كله مقدم يا عروق يا قدم ما غنيت تاع يكتب ما فهمش تكتب وحدك العوق ولا يكتبوا لك فما شكون معايا عون فيني انا مش برو ولد عمي تك تك مع بعضنا يعني يكتب ولد عمك تبارك الله عليه مش خايب كتيبة اعطينا حاجة هبط الراب يا عوك هبط اللبة تنظف تحبني نهبط العوك يا سر تحسس ما تخلينيش نحكي كل واحد شيء سريع هاني خويا هاني وانا كلش بيه العوق مش مرتاح خويا نهبطكم بالكل طلعتوا تعملوا في ستريس انتوما كلكم انا كل هو قال انا بعد انا قلت لك بتاعك هكا ما كلمتهاش درتها هي انا قلت له بتاعك هكا كبر وتيز حتى انت قدرت تشعل في النار ودارني لي انا هو تو ها دار على زوز ومش كان عليك اصبرك هي تقول مسكينه ممكن عندها عقده مش جماعه الحديد اسمع مش هذا الموضوع انا عندي عقده مش جماعه الحديد اسمع
مش نكلم كلاي انا تو، شنو هي الكلاش تاع اللقاء تاع كلاي والعوق؟ شنو نكلم كلاي يقول ادخل في اللايف تو تو يغنيه هو اخوي يسمعكم، ما حبش يسمعكم ليش تاي الكلاش ولا حسيته خاف انا من كلاي تو انا كلاي وانا عمار بزور كلاي تحكي واحد وتحيا لي قال له كلاي انا كلاي وانا عمار بزور كلاي تاعنا عادي يا ليت يسكتي هبت هذه والله العظيم ما تعب كان انت اسمع بقى مقبله وانا ساكته لحظه لحظه الروج برسم وش بيهم جماعه حيلي يشرفوك ويعرفوا انا والله كان يشدوك والله العظيم يضربوا فيك بالحق راه مش مفدلك ارزن 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 انا حديد وانا نمي الحديد يشد ترى شنو يحطوه لك الحديد من تالي راه جماعه حيلي ما تغلطش في الرجال ما فهمش ما فهمش حتى الطحان في حياة ليش يقول لك انت مهبول والله مهبول والله تعرفها انت تعرفها انت استنى استنى تعرفها هو من حياة لحظة لحظة يا ودي حياة ليل ولا حياة نمي هو مع شرمان يا بنتي صلي على النبي ايش بك ما يحضرش الجيل ما يحضرش الجيل